Police State. الشرطة تسرق $11,000 من حساب طالب في التوفير تعرف على تشارلز كلارك وهو ضحية أخرى للصوصية الحكومة. أعطته أمه بعض المال قبل أن ينتقل من سينسيناتي في أوهايو إلى أورلاندو في فلوريدا للدراسة في جامعة سنترال فلوريدا العام الماضي. حمل تشارلز المبلغ بيده بدلا من الحقيبة خوفا من أن يضيع خلال التنقل والسفر، وقد اعترف تشارلز بأنه دخن الحشيش قبل السفر. وبينما كان ينتظر الطيارة في المطار شم بعض العاملين رائحة الحشيش تنبعث من الشاب. تعرض بعضها للمساءلة من قبل موظف الأمن الذي سأله إذا كان يحمل مالا أو مخدرات، على الرغم من أنهم لم يعثروا على شيء غير قانوني معه، لكن على ما يبدو أن تكون أسودا وتحمل بعض المال هذا يعني أنك لص بالنسبة لموظفي أمن المطار. لقد تم اعتقاله بينما كان يقول لهم أنهم لا يستطيعون أن يسرقوا منه مدخراته المالية. وبحسب برنامج المحاصص العادل التابع لوزارة العدل يحق لشرطة المطار أن تحتفظ بقسم من المبلغ. أسقطت تهم مقاومة الاعتقال والتعاطي وأعادوا للشاب جواله الذكي والأيباد، لكن اضطر كلارك وأمه أن يعودوا إلى البنك لسحب مبلغ كبير لدفع التكاليف الجامعية. ولا يبدو أن الحكومة تكتفي بسرقة المواطنين من خلال الضرائب فحسب، فما رأيكم بهكذا قانون يا أعزائي؟